بنتجنن نرسم رسمه بايدنا، فرح نبدا هلا. واضح طبعا انه هدول لازم نرتبهم. رح نبدا من واحد، مزبوط؟ في واحد، كم واحد رح يدخل عندي؟ واحد، اثنين، ثلاثه. فرح اخذ من الطابع الاول واحد، رح ابدا من واحد واطلع على اثنين، رح اوقف على اثنين، بعدين رح اروح على ثلاثة، مش هيك؟ هلا في ثلاثة بصير عندي شغلتين. نزل اثنين، باثنين رح انزل واحد، بثلاثة رح انزل اثنين، ورح يطلعوا اثنين، مش هيك؟ ولا ما رح يطلع هذا؟ هذا رح يطلع، هذا ما رح يطلع. إذا رح يصير عندي لما بوصل اثنين هلا رح يطلع عندي واحد، لما بوصل ثلاثة رح يطلع عندي اثنين، هون رح يطلع واحد، ورح يدخل واحد. وهون رح يدخل عندي، لما كنا في واحد كم واحد دخل عندي؟ ثلاثة. إذا على واحد رح يدخل ثلاثة، وما يروح، ما رح يروح هذا هلا، رح يروح في النهاية. بعدين هلا من ثلاثة وين رح نروح؟ لخمسة. الثلاثة اللي دخلوا هي طلعوا هون، دخل عندي واحد، رح اروح اربعة ما رح اوقف، رح اروح على خمسة، رح اوقف بخمسة، هي اربعة ما في توقف، وعندي على خمسة ايش رح يطلع؟ رح يطلع عندي واحد، مش هيك؟ هلا هون رح نيجي هيك هون، هلا من خمسة وين رح اروح؟ ما كملت، ما خلصناش، رح يطلع واحد. بدنا نروح على ستة عشان ناخذ شخص، هاي هذا هون ستة، رح يدخل عندي واحد، مزبوط؟ وهون رح يطلع واحد، اللي دخل هون طلع من هون، هلا ستة دخل عندي واحد على ستة، بده يروح على واحد، ايش في عندي غيره؟ وأنا نازل بدي آخذ ثلاثة، مش هيك؟ فبدي أنزل من ستة على ثلاثة. على ثلاثة رح يدخل واحد، مش هيك؟ وبعدين رح ننزل على واحد، رح يطلع اثنين. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نسكرها، لازم نسكر اللوب هاي في الآخر. اوكي ماشي، واضح؟ هلا نكتب الهدول عندي تاو واحد بتساوي. هلا شو فرضنا المرة الماضية؟ بدينا والباب مسكر مثلا، نفتح الباب، اثنين زائد كم واحد راح يدخل؟ ثلاثة في 1.2، راح يسكر الباب، بعدين بدي انتقل من واحد إلى اثنين، من واحد لاثنين 5.725، زائد راح أوقف على اثنين، راح يفتح الباب، راح يطلع باسنجر واحد، مش هيك؟ راح يسكر الباب، بعدين راح اروح من اثنين لثلاثة، من اثنين لثلاثة 5.41، زائد راح يفتح الباب، كم باسنجر بده يطلع؟ اثنين ويدخل واحد، يعني بدي ثلاثة، زائد ثلاثة في 1.1، راح يسكر الباب، بعدين راح اروح من ثلاثة إلى خمسة، هي ثلاثة وهي خمسة 7.29، رح يفتح الباب، وعلى خمسة رح يطلع واحد بس، ورح يسكر الباب، بعدين أروح من خمسة لستة، هي خمسة وهي ستة 4.6، رح يفتح الباب، رح يدخل عندي واحد، رح يسكر الباب، رح أنزل من ستة إلى ثلاثة، من ستة إلى ثلاثة، ما بيأثر طبعا، طلعت هون أو هون 9.16، زائد راح يفتح الباب على ثلاثة، مش هيك؟ راح يدخل باسنجر، راح يسكر الباب، وبعدين راح انتقل الآن من ثلاثة إلى واحد، من ثلاثة إلى واحد 8.54، 8.54، راح يفتح الباب، راح يطلعوا اثنين